بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، بكل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين آمين. الباب الثاني من الكتاب الثاني والثلاثين، كتاب اللقطة، باب في لقطة الحاج، أي ما يقع من الحاج في الحرم أثناء حجه، هل يلتقطه الإنسان أم لا؟ الأصل أنه لا يلتقطه، فنهى النبي عن لقطة الحرم، فإن التقطه وجب التعريف في حقه، وجب التعريف، التعريف يعني يعلن عنها. والآن بقى في نظام، أي إنسان يجد لقطة في الحرم بيوديها لمكان، مكتب معين في الحرم، تجتمع هناك كل ما يضيع من الناس فيذهبوا إلى المكتب يبحثوا عن أشيائه. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيحه الحديث السادس بعد 604,000، قال حدثني أبو الطاهر ويونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن لقطة الحاج وعن أبي قال وحدثني أبو الطاهر ويونس بن عبد الأعلى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن بكر بن سوادة عن أبي سالم الجيشاني عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها. من آوى يعني احتفظ وأخذ وحاز ضالة، وهي لقطة الحيوان تطلق على الضالة، الحيوان التائه الذي لا يعلم له صاحب يسمى ضال، فهو ضال يعني فهو في غضب الله وفي معصية الله. ما لم يعرفها يعني ما لم يعلن عنها حتى يأتي صاحبها يأخذ. باب تحريم حلب الماشية بغير إذن مالكها. وعن أبي قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه. أيحب أحدكم أن تؤتى مشروبته فتكسر خزانته فينتقل طعامه؟ أيحب أحدكم أن تؤتى مشروبته فتكسر خزانته فينتقل طعامه؟ إنما تخزن لهم دروع مواشيهم أطعمتهم، فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه. إيه هي المشروبة؟ المشروبة هي الغرفة المرتفعة التي يصعد إليها بسلالم ويوضع فيها خزين البيت، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم شبه درع الماشية وهو مملوء باللبن
كأن هذا طعام مخزون في خزانته، فمن جاء حلبه بغير إذن أصحابه كأنما انقض على خزانة أخيه بغير إذنه فأخذ منها ماله، فشبه هذا ليبين حرمة ذلك. نقرأ الحديث مرة أخرى لأنه فيه تشبيه لطيف. قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه، لأن لا يحل مال امرئ مسلم إلا إيه؟ عن طيب نفس، بإذنه. أيحب أحدكم أن تؤتى مشروبته فتكسر خزانته فينتقل طعامه؟ وهذا سؤال استفهام ليقرر به أن كل إنسان لا يحب ذلك. أي إنسان لا يحب أن يؤخذ ماله من خزانته دون إذن، أي إنسان هكذا. فعامل الناس كما تحب أن تعامل، إنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعمتهم فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه. وعن أبي قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح جميعا عن الليث بن سعد حا قال: وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا علي بن مسهر حا قال: وحدثنا ابن نمير قال: حدثني أبي كلاهما عن عبيد الله حا قال: وحدثني أبو الربيع وأبو كامل قال: حدثنا حماد حا قال: وحدثني زهير بن حرب قال: حدثنا إسماعيل يعني ابن علي جميعا عن أيوب حا. والحا هذه يتحول الإسناد، يعني الإسناد يتحول إلى طريق آخر وطريق آخر، ويجتمع هذه الطرق في طريق في الأول حا. قال: وحدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية حا قال: وحدثنا محمد بن رافع قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب وابن جريج عن موسى. كل هؤلاء اجتمعوا فين؟ عن نافع. كل هؤلاء عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحو حديث مالك، غير أن في حديثهم جميعا فينتثل بدل فينتقل فينتثل، إلا الليث بن سعد فإن في حديث فينتقل طعامه كرواية مالك. باب الضيافة ونحوها. الضيافة وهو أن يستضيف الغريب في بيته، يطعمه ويشربه ويأويه لينام، ومرت بمراحل عند المسلمين. كانت واجبة في أول الأمر خصوصا في البيئة التي كان فيها النبي والصحابة، حيث أنها كانت بيئة صحراء ولا يوجد هناك أماكن يأوي فيها الإنسان كالفنادق والأوتيلات الحديثة. وبالتالي المسافر إذا سافر في الصحراء ثم دخل إلى مكان قرية أو مدينة فلم يجد أحد يأويه يضيفه قد يهلك، لأن السفر في الصحراء قد يستهلك منه طعامه وشرابه. فإذا وصل إلى قرية أو مدينة وجب على أهل هذه المدينة وجوب كفائي، يعني واحد فيهم يستضيف هذا الإنسان، يطعمه ويسقيه ويبيت عنده. والاستضافة هذه واجبة في حق الناس في هذا العصر، كانت واجبة حيث أنه لا بديل، لا توجد محلات يستطيع أن يشتري منها، ولا يوجد مكان يستطيع أن يأوي فيه ولو حتى بالمال. فوجب في حقهم استضافته يوم وليلة، وأن يكرموا يوم وليلة، ثم يومان يطعموه مما يطعمه لا يتكلفه شيء زائد. يبقى أول يوم يتكلفه له إكرام زائد أول يوم، وتاني يوم وتالت يوم يأكل مما يأكلون بلا تكلف على عادتهم، وبعد ثلاثة أيام ينتهي حق الضيافة، فله أن ينصرف بعد ذلك أو يبحث عن بيت يشتريه أو شيء من هذا، لكن أخذ حقه في الضيافة بعد ثلاثة أيام. واضح؟
لما انتشر الإسلام وتعمرت البلاد وصار هناك أماكن كثيرة يستطيع الإنسان أن يقيم فيها، صارت الضيافة مستحبة وليست واجبة. يبقى في الأول كانت واجبة بحيث أنه لو لم يأخذها يطلبها بالقوة لأنها حقه. أما الآن بعد في الحياة المعاصرة الحديثة فالضيافة مستحبة وليست واجبة، لأن هناك بدائل كثيرة يستطيع هذا الضيف أنه يطعم نفسه ويسقي نفسه ويجد لنفسه مأوى يمكث فيه وغير ذلك. واستدل الإمام الشافعي من كلمة الثلاث أنه فوق ثلاث يسقط ضيافته أن حد الإقامة ما زال عن الثلاثة، لأنه في أول ثلاثة أيام يسمى ما زال مسافرا، فأخذها في تعريف حد الإقامة في صلاة السفر وقال ما زاد عن الثلاثة أيام يعني بأربعة يبقى مقيم، وأربعة في خمس فرائض يبقى 20 فرد، يبقى لو هيصلي في المكان 20 فرد فما زاد يبقى دي حد الإقامة يتم، ولو هيصلي أقل من 20 وقت يبقى إلى 19 وقت يبقى أقل من 20 وقت يعني أقل من 4 أيام يبقى ما زال مسافرا له أن يقصر ويجمع. باب الضيافة ونحوها. وعن أبي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي شريح العدوي أنه قال سمعت أذناي وأبصرت عيناي حين تكلم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته فليكرم ضيفه جائزته. قال وما جائزته يا رسول الله؟ قال يومه وليلته والضيافة 3 أيام. يبقى الجائزة في أول يوم وليلة، يعني إيه؟ يعني يتكلف الزائد عن المعتاد في إكرامه، ده في أول يوم وليلة. طيب وبقية الأيام الثلاثة يأكل مما يأكلون، أدي معنى يبقى جائزته في أول يوم وليلة، لكن ضيافته 3 أيام. فما كان وراء ذلك فهو صدقة، يعني لو زاد عن 3 يبقى اسمها صدقة بقى، لكن في 3 ده واخد حقه لا منة لأحد عليه فيه، فهمت بقى؟ فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه. وقال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. والحث على الإيمان بالله واليوم الآخر قبل فعل هذه المكارم والأخلاق الحميدة حتى يعلم المؤمن أنه يثاب عليها في اليوم الآخر، أن الله يكتب له ثوابها في اليوم الآخر، فيجعلها هذه الأفعال حسبة لله، يعني ينتظر ثوابها من الله. وعن أبي قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا وكيع قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي شريح الخزاعي قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الضيافة 3 أيام وجائزته يوم وليلة، ولا يحل لرجل مسلم أن يقيم عند أخيه حتى يؤثمه، يعني يحرجه، يعني ما تزودش عن 3 عشان ما تحرجوش بقى، يعني لا تقيم عند إنسان أكثر من 3 أيام حتى لا تؤثمه، يعني إيه؟ تجعله في حرج فيضطر أنه يرتكب إثم ويطردك أو يقبلك بتجاهل أو لا يفرح بإقامتك عنده ويتمنى أن تمشي. لا تصل يعني لا تصل إلى هذه المرحلة أنك تكون ضيف ثقيل، أنت ضيف خفيف في حدود 3 أيام، بعد 3 أيام بقيت ضيف ثقيل. يحل لرجل مسلم أن يقيم عند أخيه حتى يؤثمه. قالوا يا رسول الله وكيف يؤثمه
وكيف يؤثمه؟ قال يقيم عنده ولا شيء له، يقريه به يعني يكرمه به ويضيفه، يعني هو رزقه على قده يدوب يكفيه هو وأولاده وزوجته. فتأتي أنت تقيم عنده أكثر من ثلاثة كأنك تأخذ رزق أولاده فتضيق عليه. ويقريه به يعني يكرمه به، يبقى القرى هي ما يقدم للضيف، القرى هو ما يقدم للضيف. وعن أبي قال وحدثناه محمد بن المثنى قال حدثنا أبو بكر يعني الحنفي قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثنا سعيد المقبري أنه سمع أبا شريح الخزاعي يقول سمعت أذناي وبصر عيني ووعاه قلبي حين تكلم به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فذكر بمثل حديث الليث وذكر فيه ولا يحل لأحدكم أن يقيم عند أخيه حتى يؤثمه بمثل ما في حديث وكيع. وعن أبي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حا قال وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال قلنا يا رسول الله إنك تبعثنا فننزل بقوم فلا يقروننا فما ترى، يعني ما يضيفوناش. وطبعا الصحابة يسافروا في صحراء قاحلة مدة، فإذا نزل عند قوم ولا يقرونهم يجدوا مشقة شديدة. فما ترى يعني ما حكم ذلك يا رسول الله؟ فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف. يبقى هنا إيه؟ أحل النبي لهم أن يأخذوه بقوة، وهذا عندما كانت القرى واجب، فلما زال الوجوب فلا يأخذوا بقوة وإلا يكونوا آثمين في البيئة التي كانوا يعيشون فيها في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا حكم زمني وليس حكم شرعي مستمر، حكم متعلق بزمان النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا انتشرت بعد ذلك إيه؟ الأماكن والبدائل في الأكل والشرب والمطاعم والفنادق وغير ذلك، يبقى لا يحل له أن يأخذ بقوة رغما عن أنف الناس، وإلا وقع في اسم الغصب. إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم. باب استحباب المواساة بفضول المال. والمواساة هو أن تشعر بحاجة أخيك فتعطيه مما زاد عندك، هذه معنى المواساة. لا تنتظر أن يسألك أخوك، بل مجرد أنك أنت تشعر بحاجته فقط، فإذا شعرت بحاجته أعطيته ما زاد عندك، فهذا يسمى مواساة. والنبي كان يحب المواساة، وهي من أخلاق النبي ومن سنته صلى الله عليه وسلم، ويقول لا يدخل الجنة من يبيت شبعان وجاره إيه؟ جائع صلى الله عليه وسلم. فلا بد أن يشعر الإنسان بأخيه الإنسان ولا يجعله يحتاج أن يسأله، بل بمجرد أن تشعر أنه محتاج تعطيه قبل أن يسألك. فهذه من أخلاق الأنبياء والصالحين والأولياء على مر العصور، ونسأل الله أن يرزقنا حسن الأخلاق. وفضول المال يعني ما زاد عن حاجتك، ما فضل عن حاجتك. والآية تقول يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، فالعفو هو ما زاد عن حاجتك في الآية. يبقى في سورة البقرة ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، إيه هو العفو؟ أي ما زاد عن حاجتك. وعن أبي قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا أبو الأشهب عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال بينما نحن في سفر مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذ جاء رجل على راحلة له قال فجعل
يصرف بصره يمينا وشمالا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له. قال: فذكر من أصناف المال ما ذكر حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في سفر جاء رجل على راحلة يبدو عليه أثر الفاقة، وجعل يلتفت يمينا وشمالا يعني لعل أحد يشعر به بفقره فيساعده، فالنبي شعر به فأمر بأن أي إنسان معه فضل زاد يعد به على زاد أخي، وأي إنسان عنده فضل ظهر يعد به على من لا ظهر له. يعني عنده حيوان لا يركب وهو عنده حيوان يركبه، وآخر يسير على قدمه، فيركب السائر على هذا الحيوان الذي ظهره فارغ. فالإسلام دين الرحمة، حتى أنها رحمة تشمل الحيوان والجماد والنبات والإنسان عموما بغض النظر عن ديانته وملته وجنسيته ولونه ونوعه، فهي رحمة عامة. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في كل كبد رتبة أجر، وقال: إيه، من لا يرحم لا يرحم، وقال: الراحمون يرحمهم الرحمن صلى الله عليه وآله وسلم. فلا يليق أن تكون مستريح وعندك زائد وغيرك تعبان متعب مجهد، ثم بعد ذلك تتركه وتنظر إليه كأنك لم تره. باب استحباب خلط الأزواج إذا قلت والمواساة فيها. إذا قل الطعام ونحن مجموعة، فيفضل في هذه الحالة أن نخلط كل الأطعمة القليلة، لأن في خلطها والأكل جماعة بركة، فساعتها الطعام القليل يكفي الكثير. إذا خلط الطعام عند قلته في وجود جماعة كبيرة. وعنه بي قال: حدثني أحمد بن يوسف الأزدي قال: حدثنا النضر يعني ابن محمد اليمامي قال: حدثنا عكرمة وهو ابن عمار قال: حدثنا إياس بن سلمة عن أبيه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فأصابنا جهد حتى هممنا أن ننحر بعض ظهرنا. أصابنا جهد يعني إيه؟ يعني جوع شديد، حتى هممنا أن ننحر بعض ظهرنا، يعني يتحروا بعض الحيوانات اللي بيركبوها. فأمر نبي الله صلى الله عليه وسلم فجمعنا مزاودنا، والمزاود هي الأوعية التي فيها بقايا الأطعمة، أطعام المسافر يعني يسموه مزود، لأنه يتزود فيه من طعام وشراب لسفره. فجمعنا مزاودنا فبسطنا له نطعا، والنطع هو بساط من جلد، بساط من جلد يوضع على الأرض. فاجتمع زاد القوم على النطع قال: فتطاولت لأحزره. كم هو؟ يعني ايه حب يبص على الطعام كده يتطاول، يعني ايه شب كده يرفع رقبته ينظر حتى يخمنه قد ايه. احزره يعني تخمينا قدره قد ايه، كميته كانت قد ايه. فتطاولت يعني احاول ان انظر اليه، لاحزره اي اقدره تخمينا كم هو. فحزرته كربدة العنز. ربدة العنز، عارف انت المعزة اذا نامت في مكان ربضت في مكان، يعني بقدر المكان اللي تربط فيه العنزة كان الطعام هذا بقدر هذه المساحة، يعني بقدر مساحة الأرض التي تربض فيها عنزة يعني شاء. كربدة العنز ونحن 14 مئة، وكان عددهم قد ايه؟ 1400. 14 مئة يعني 1400 انسان. قال: فأكلنا حتى شبعنا جميعا
ثم حشونا جروبنا، مش كده؟ وازدكلوا وشبعوا وكمان ملوا اوعيتهم مره. ثم حشونا جروبنا، جمع جراب وهو ما يوضع به الزاد، جروبنا جرب جمع جراب، والجراب ما يوضع به فيه الزاد. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: فهل من وضوء؟ قال: فجاء رجل بإداوة له، والإداوة يبقى المزود يوضع فيه الطعام، والإداوة يوضع فيه شراب، شراب المسافر ما يشربه. يبقى عندنا الإداوة ما يوضع فيه شراب المسافر، والمزود ما يوضع فيه طعام المسافر. قال: فجاء رجل بإداوة له فيها نطفة، والنطفة قليل من الماء، يبقى نطفة يعني قليل من الماء. فأفرغها في قدح فتوضأنا كلنا ندغفقه دغفقة، يعني نصبه صبا كثيرا، كل ده ببركة النبي صلى الله عليه وسلم، تكثير الطعام القليل فيكفي الكثير من الناس، ونبع الماء من بين أصابعه الشريفة وكثرة الماء ببركته صلى الله عليه وسلم. فأفرغها في قدح فتوضأنا كلنا ندغفقه دغفقة 14 مئة. شوف انت بقى 1400 قاعدين يبلبطوا في المية، احنا بقى ندغفق نقول ايه في المصريين بيبلبط، يعني استعمل المية كده وهو بيتوضى كأنه بيستحم، يعني كتر المية. قال: ثم جاء بعد ذلك 8 فقالوا: هل من طهور؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فرغ الوضوء. صلى الله عليه وآله وسلم. ونقف على كتاب الجهاد والسير غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.